ما على باليش لوط فيه ولا ايمن، تلعبوا الشطرنج تلعبوا داما باسكو انا ما نعرفش. انا نلعب داما هذيك القديمه تاع زمان. لكن الشطرنج قديمه وكاينه. لا كنا نجيبوا البوشونات وهذيك داما هي كانت حبه هكذايا. هذيك داما والشطرنج. الشطرنج هو لعبه الشطرنج. هي داما والشطرنج ماشي كيف كيف، كاين الشطرنج عندها لو ستيل تاعها قواعد قواعد وحدها والداما وحدها قواعد وحدها. فوالا حنا نشوفوا بلي مادام سقسيتكم انه على جال هذه الفتاه وعلى جال هذا يعني المسلسل واسمه الشطرنج زادت المبيعات تاع الشطرنج وزادت يعني مام سور انترنت ولاو يتيليشارجيو اكثر من 84%. فيلم الملكة ولا لا اسمه الشطرنج الفيلم. الشطرنج سين سيري اللي اسمها الشطرنج ماشي اللي كان حكى عليها محمد موفق. فوالا حكى عليها محمد موفق اللي حكى عليها زمينه. حنا ماش نحكوا على سيري، نحكوا باللي فوالا الناس ولاو يتيليشارجيو بزاف لعبه داما غير على جال لا سيري. قال لك مادام لا سيري بالك تحكي على لا بسيكولوجي بزاف وتحكي يعني خبايا الشطرنج، ولو كان الناس يلعبوا شطرنج ضعفت اربع مرات. قال لك مبيعات الشطرنج ضعفت اربع مرات. شوفوا كيفاش تاثر الدراما والسينما على المبيعات ايضا صح. على التسويق. وي وي بزاف. نشوفوا كاين خبر اخر، خبر غريب جدا راح نتكلموا عليه، بالك سمعتوا به، انه القطعه المعدنيه الغامضه اللي لقوها في صحراء يوتا الامريكيه، لقوا قطعه معدنيه غريبه، كانوا يتجولوا يعني بالمروحيه السلامه العامه تاع امريكا، كانوا يديروا احصائيات الاغنام، احصائيات المواشي في الولايه، حتى لقوا يعني قطعه غريبه في الصحراء. هبطوا يعني هبطوا بالمروحيه تاعهم، راحوا شافوا القطعه لقوا معدن غريب يعني قدوا 3 امتار، يعني الطول تاعو 3 امتار كما نشوفوا في الصوره، الطول تاعو 3 امتار. والمعدن هذا ما عرفوش كيفاش باسكو البلاصه اللي كان فيها يعني قال لك صحراء وجبليه، يعني ما كاش كيفاش يوصل هذه القطعه، ما كاش كيفاش توصل. تبان جديده القطعه، تبان جديده جوستومون، وكيفاش محطوطه يعني محطوطه جديده، عندي تبان واحد حطها جوستومون. قال لك والمكان اللي تحطت يعني جبليه وصحراء، يعني ما تقدرش صعيبه باش توصلها بالسياره ولا باش توصلها باش ربطوها يعني مخلوقات فضائيه ولا ربطوها بمخلوقات الفضائيه. فوالا يعني الامريكيين والسلطات الامريكيه حتى الان تنفيق باللي انه ما عرفوش من اين، ما عرفوش من جات وما عرفوش يعني من الخبر مؤكد ماهيش فوتوشوب ولا لانه لا يتبان شغل يعني المخلوقات الفضائيه اختاروا الا امريكا ويجوا ليها حتى في السينما والاعمال راح تصير شيء عندهم هوس. امريكا هي اللي تحتضن المخلوقات الفضائيه حتى يعني نتكلموا عليها وقالوا باللي بالك راح قال لك 2020 ما راحش يخلص علينا هكذا برك، قال لك بالك راح ينزل علينا المخلوقات الفضائيه. فوالا امريكا وكما قلت لطفي يعني المخلوقات الفضائيه نشوفوها بزاف في امريكا ونشوفوها سينما في السينما السينما واش دير الخيال. بصح القطعه سا اكزيست باش نتاكدوا باللي القطعه سا اكزيست لكن مصدرها يبقى فيلو في امريكا يبقى. شوف المصدر شكون وضعها وشكون اللي حطها. فوالا يبقى قال لك السلطات الامريكيه دارت ديكلاراسيون وقالت باللي شكون اللي وضعها ومين جات والمعدن تاعها الاصل تاع المعدن ما عرفوش. كي هما لحقوا بالمروحيه بالك جا واحد مروحيه وحطها وضعها عادي صح يعني سقطت شغل يعني واقفه هكذا باينه سمرها ولا تبان عادي واحد حطها خبر عادي. فوالا نروحوا عند تجر في امريكا وتجر نتكلموا على الفضاء عالي، نتكلموا على صورة توم كروز اللي دار الضجة في أمريكا وكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أنا حبيت نسقسيكم وتشوفوا الصورة وتقولوا اسكو فوتوشوب ولا حقيقة؟ نظن حقيقة لأنه برج خليفة لأنه توم كروز كان صور فيه الفيلم المهمة المستحيلة في دبي قبل الأخير لو يصور فيه الآن في دبي، وكنا شفنا بعض الحركات اللي قام بها وكانت حقيقية واقعية تسلق البرج خليفة، يعني تقدر تكون حقيقية. مام توم كروز معروف عليها أنه يقوم ب يعني هو اللي يقوم بالحركات ما قاموش بتغريمه لأنه نشفى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة كان زارت دبي وحطت صورة في مكان عالي دفعت غرامه ماليه. نظن لانه هما عندهم ترخيص لانه الفيلم كله صور في برج خليفه، يعني عنده ترخيص. هما ربطوا السبب قال لك راه يتروج للناس باش يديروا هذيك باش يغامروا بحياتهم. لكن هو عنده سبب راه يصور في فيلم، والسلطات في دبي يعني تحب هذه الامور انه تروج لدبي من خلال اعلى جوستومون. انا زوميت على الصوره ولقيت بلي توم كروز ما راهش مشدود ولا عنده سبته ولا حاجه للسلامه. لا هما عندهم حاجة دوك جوستومون هذيك واش حبينا نتأكدوا بالك دوك نحطوا الصورة في موقع الشروق ونشوفوا بالك المتتبعين والمتتبعين يتفاعلوا مع الصورة ويقولوا لنا اسكو فوتوشوب ولا لا، بالك الخبراء تاع الفوتوشوب هما اللي يقدروا يقولوا لنا اسكو فوتوشوب ولا لا.
نروح عند خبر غريب، وكل دقيقة نجيبوا أخبار لايت. وخبر غريب، هي ابنة رئيس نادي فيتنامي دونك ناي، تبلغ من سن 8 سنوات، يعني أجبرت اللاعبين على ارتداء اللون الوردي. أجبرت اللاعبين على ارتداء اللون الوردي ومكتوب عليه هلاو كاتي. يعني نشوفوا باللي نادي رسومات هلاو كاتي، نشوفوها باللي اجبرت اللاعبين، نشوفوا فيهم مستائين بدل تحت الضغط. يعني كانوا يعني ابنة رئيس في عمرها ما تجاوز 8 سنوات، لطفيه شوفوا اللي اجبرتهم على باش يلبسوا يعني اللون الوردي وكتبت عليه هلاو كاتي. والرسوم اللي تحبها، يعني الرسوم المتحركه اللي تحبها. شوفوا بالك على بالي شنو رسوم متحركه هلاو كيتي، ما عنديش ثقافه في هي شخصيه من رسوم متحركه افلام كرتونيه. فوالا، ونروحوا مع الاخير، نعطوا معلومه مفيده او مضحكه. والمعلومه تاع نهار اليوم هي تقول انه في الصين من غير القانوني ان تترك والديك بعد ان يتجاوز سنهم 60 عام، حيث القانون يلزمك بزيارتهم ورعايتهم وتاكد من استقرارهم ماديا وصحيا. يعني شيء جميل هذا، ليس مضحك. فوالا، ليس مضحك لطفي. هذه معلومه اشك فون مدو فلوري بريك تاعنا اخر، مدو معلومه سواء مضحكه سواء تكون يعني معلومه مفيده جاده. فوالا، هذه معلومه مفيده انه في الصين بالك يلحقوا الوالدين، شفنا بالك في كثير من الدول بالك يكبروا الوالدين الاولاد تاعهم يتركوهم ويخلوهم ويسمحوا. الثقافه الصينيه تقدس الرابط بين الابناء الاسري، قال لك يرعاهم سواء ماديا سواء صحيا، يعني غير يتجاوز سن 60 يرعاهم سواء ماديا سواء صحيا. هذه معلومه فوالا اخر خبر اللي فقط. المفروض تتعمم هذه في كل دول العالم ان شاء الله، خصوصا نحن الدول المسلمه نحن اولى بمثل هذه القواعد. احنا في غنى على ربما هذه القواعد.